أهلا بكم مشاهدينا الكرام متتبعي قناة البلاد إلى عدد جديد من حصة فوت بلوس. في هذا العدد بحول الله سنتطرق لتصريحات وزير الشباب والرياضة سيدي علي خالدي أمس للإذاعة الوطنية. الوزير تحدث عن عدة أمور تخص الرياضة عامة وكرة القدم على وجه الخصوص، إلى من إمكانية استئناف المنافسة إلى محاربة الفساد الرياضي والمنشآت التي هي في طور الإنجاز. كذلك الوزير خالدي تحدث عن المراسلة التي راسلتها الوزارة إلى مختلف الاتحادات الرياضية بخصوص عدم تغيير القوانين الأساسية، كما سنتطرق كذلك إلى قرار الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بتأجيل بطولة إفريقيا للاعبين المحليين من فصل الشتاء إلى فصل الصيف من عام 2022 والتي ستحتضنها الجزائر. كل هذا مشاهدينا أتشرف بمناقشته رفقة الإعلامي والناقد الرياضي حسين جناد. أهلا بك حسين. أهلا وسهلا، شكرا لكم سي يوسف على هذه الاستضافة، تحية لك ولمشاهدي قناة البلاد. مرحبا بك حسين. نبدأ ببطولة إفريقيا للاعبين المحليين، كان فيه قرار اليوم من الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بتأجيل هذه البطولة من فصل الشتاء إلى فصل الصيف حسب تصريحات الأمين العام للفاف محمد سعد. كيف ترى هذا القرار حسين؟ هو قرار يعني عادي جدا، لأننا حتى شان 2020 راهم أجل 2021. نعم، التأجيل هذا ألفناه في كل المنافسات، يعني حتى كأس إفريقيا للأمم يعني تأجلت، كل المنافسات راهي مؤجلة يعني مع هذا الوباء اللي راه انتشر بشكل رهيب في كل مكان. يعني كل الكونفدراليات حتى الفيفا راهم يأجلوا في كل المنافسات. أنا أشوف بأنه شيء عادي أن الكاف أجلت الشان، ولكن نقطة الاستفهام اللي تبقى يعني هل الشان 2022 سيقام؟ لأن هناك حديث على إمكانية يعني باش يكون شان الكاميرون هو آخر شان، لأن حتى الكاف يعني فيه كلام كثير بأن الشان هذا راح ممكن يلغيوه تماما. لماذا؟ يعني ما فيش مداخيل، يعني لأنه تعرف الآن كرة القدم أصبحت مؤسسات تدير الأموال، يعني لا. الآن إذا كان عندك منافسة اللي ما فيهاش أموال يعني ما عندكش فايدة فيها، وعلاش حتى تنظمها؟ علاش أنا أقول لك يعني حتى الجزائر اسمح لي، حتى الجزائر ممكن جدا يعني ما تنظمش الشان هذا 2022. لماذا؟ لأنه راح نخسروا فيه دراهم كبار وما عندناش مداخيل، يعني نظن بأن الحاجة اللي راح تخسر فيها وعلاش راح تنظمها؟ اليوم كل شيء هو أموال وأرباح، إذا كانت مسبقا تعرف روحك بلي راح تخسر، وإحنا مع الوضعية على البلاد اللي رانا فيها والأزمة الاقتصادية وأمور، الأموال اللي راح نخسرهم على هذا الشهر من الأحسن أن نظل نستغلهم في أمور أخرى. ولكن حسين، الكاف عندما قررت يعني بعت هذه البطولة كان اهتمامها ربما باللاعب المحلي الإفريقي، وكان هدفها هو قال لك تطوير اللاعب المحلي الإفريقي طبعا اكثر من الجانب الاقتصادي. لا طبعا هي يعني كانت هي لما كانت المنتخبات الافريقيه تشارك اكبر عدد من اللاعبين يعني اللي شاركوا هم كلهم لاعبين محترفين ويلعبوا في الخارج. نعم، وهذا من حق كل بلد، يعني البلد اللي عنده انت عندك احسن لاعبين كاس افريقيا للامم تدي لها احسن لاعبين. هي يعني تاريخيا حتى كاس افريقيا للامم يعني كانت تلعب باللاعبين المحليين، حتى سنه 1980 تلعبت باللاعبين المحليين. احنا لما وصلنا المقابله النهائيه في نيجيريا انا ذاك كانت كاس افريقيا للامم تلعب باللاعبين المحليين. 1982 كاس افريقيا للامم اللي تنظمت في ليبيا، ثمك وين بدات الكاف بدا يعني يعطاو الفرصه للمنتخبات باش يقدروا يقحموا زوج لاعبين محترفين والبقيه كلهم محليين. احنا الجزائر هذاك الوقت يعني كما وصلنا للنصف النهائي كان عندنا زوج لاعبين محترفين اللي كان جمال زيدان وكان عندنا نور الدين قريشي، ومن بعد في 84 وين فتحوها باش كل منتخب يعني يجيب اي يعني ما حدولهمش العدد تاع اللاعبين المحترفين. من ثمك لليوم يعني مع اللي المنتخبات الافريقيه تعرف يعني اللاعبين الافارقه برزوا كثير البطولات الاوروبيه، كل منتخب ولا يلعب اللاعبين البارزين اللاعبين المحترفين ما يلعبوش اللاعبين المحليين. هنا يعني انا نظن حتى التفكير تاع الكاف
انا نظن بانه التفكير ماهوش محلي في هذاك، ماهوش في محله في هذاك الوقت. لماذا؟ لان انت عندك بطولات على الشبان، عندك مثلا لأوديسات، عندك لإيفا، عندك لإيفا طروة، عندك علاش بالضبط تروح البطولة المحلية؟ انت اليوم بطولة محلية مثلا انا كيشارك مثلا بحارس مرمى في عمره 34 سنة، مش راح يستفاد اللاعب، ما راح يستفاد، والبلد ما راح يستفاد، والاتحادية ما راح يستفاد، حتى واحد ما راح يستفاد. يعني مجرد انها بطولة محلية، لو حدوا لها السن تاع اللاعبين نقول لك قدروا نسموها بطولة محلية، لان هذ اللاعبين قادرين يبرزوا، قادرين يحترفوا. ولكن اذا دير بطولة وما تحددش السن، يعني تصف اللاعبين اللي تجاوزوا 30 سنة، ومن بعد هذ اللاعبين شكون راح يحوس عليهم؟ حتى يعني حتى المناجير هذيك ما يحضروش باش يشوفوا هذ اللاعبين. نعم حسين، بحديث عن منتخب عن الشان، نتحدث عن المنتخب المحلي. فيه قرار مؤخرا تعيين الدولي الجزائري السابق مجيد بوقرة، ربما تو التعليق اولا حول تعيين بوقرة ثم نطرح لك سؤال، تفضل. ما فيش مشكل، يعني ما في شوف تعيين مجيد بوقرة، مجيد بوقرة يعني كلاعب او كمدرب ما عندنا ما نقولوا فيه، يعني شيء اللي نتمنوا له النجاح. انا يعني السؤال اللي طرحته، لماذا في هذا الوقت بالذات تعيين جمال بوقرة مجيد بوقرة؟ لماذا في هذا الوقت بالذات؟ الاتحادية يقول لك باش يحضر لنا شان 2022، اليوم راح تقول شان 2022 زادت أجل. الاتحادية هذا يقولوا بأنهم هذا العهدة الأخرة تاعهم، يعني من نهاية السنة يعني 2020 يمشوا هذا الاتحاد، رغم يقولوا ما نزيدوش. أنت رايح في 2020 وتتكلم لي على الشان تاع 2022، الشان تاع 22 كاين موليه، كاين ناس أخرين يجوا يحضروا له. هذه ثانيا، انت من المفروض اليوم اتحاديه الجزائر لكره القدم الا تهدر لي على الشان تاع 2022 اللي تكون انت عندك سنتين من اللي غادرت الاتحاديه، من المفروض كانوا يهضرون على الشان تاع 2018. لماذا الشان تاع 2018 ما عطيناش اهميه؟ لماذا ما عيناش مدرب في المستوى؟ علاش ما خممناش في الشان هذاك اللي تنظم في المغرب؟ نزيد لك حاجه، الشان تاع 2020 اللي من المفروض يتلعب في الكاميرون، من المفروض هذا الشان كنا نحضروا له. علاش الا تتذكروا نهار اللي المنتخب الوطني، نهار المنتخب الوطني المحليين دخلوا لسيدي موسى تربص وما عندهمش مدرب، نهار اللي قالوا باللي جبل بالماضي هو اللي دار التشكيله، هو اللي راح يشرف على التربص، في الليله اللي اللاعبين في سيدي موسى ينتظروا غدوه اول حصه تدريبيه، الاتحاديه تعاود تدير بيان تقول لك لا جبل بالماضي ما يجيش ومش هو اللي راح يدرب المحليين، واللاعبين في سيدي موسى لانه كان تراجع على كان تراجع، ولكن اصلا ربما ما كانوش يهضروا معاه خلاص المحليين. ولكن حسين اسمح لي، مجيد بوقرة ليس فقط لتحضير للشان 2022، فيه يعني هو اصلا بطلب من الناخب الوطني جمال بالماضي للاتحاديه، يعني اعطت له الورقه البيضاء في تسيير الجانب الفني للمنتخب الوطني، وفيه كذلك هدف هو يعني تزويد اكتشاف بعض المواهب وتزويد المنتخب الوطني الاول بهذه المواهب، وكان هذا بطلب رسمي من جمال بالماضي حسب تصريحات المسؤولين في الفاف. شوف جمال بالماضي ما نهضرش على جمال بالماضي، يعني العمل اللي راه يقوم به جمال بالماضي ما كان حتى واحد ينتقده، هذه لا نقاش فيها. اليوم جمال بالماضي تكلم على مجيد بوقرة، انا ماناش نقولوا علاش عينوا جمال مجيد بوقرة، مجيد بوقرة نتمنى له النجاح وعندنا امل ان شاء الله باش ينجح ولما لا يعني يكون مدرب كبير في المستقبل. انني نقول لك على التوقيت. نعم. فقط اليوم تسمح لي، اليوم انت ما عندكش بطوله. نعم. تسمع البطوله تاع المحليين ما عندكش بطوله، اليوم البطوله راهي من شهر مارس راهي متوقفه، وماناش عارفين اليوم لحد الساعه ما راناش عارفين هذه البطوله لا راح تستأنف بعد شهر ولا بعد سنه ولا، يعني انا نقول لك علاش التوقيت هذا. الاتحاديه اليوم الاتحاديه يقولوا ما عندناش دور، ما عندنا حتى دور، ما عندنا حتى كلمه، احنا كاتحاديه قادر اليوم الاتحاديه قال لا اذا تكلمون على الشهر 22 احنا الشهر 22 ما نكونوش هنا، يعني اللي يجوا مورانا هما يدبروا راسهم. ولكن المنتخب ما لازمش نخليوه في يعني في ما عندناش منتخب بالوقت الحالي. نعم. ما عندكش في الوقت الحالي منتخب. اليوم شوف كاين بزاف الناس اللي راهي تتكلم على استئناف المنافسه، هي هضره المنافسه كيفاش راح تستأنف؟ نعم. اليوم نتكلم عن ذلك. إيه هني نقول لك يعني اليوم ما عندكش منتخب محلي، ما عندكش بطوله محليه، ما عندك والو، اليوم تتكلم لي تاع الشان 2022 وانت راح تروح في 2020. نعم حسين، تأجيل الشان الى الصيف ربما هو مناسب اكثر لمدرب منتخب الوطني المحلي مجيد بوقرة للتعرف اكثر على لاعبي البطوله الوطنيه، للتحضير احسن يعني في افضل ظروف، يكون عنده متسع من الوقت
عكس لو كان ربما في الشتاء يكون عنده ضيق في الوقت. شوف في احنا ماذا بينا، احنا ماذا بينا هذه البطولات تستأنف في اقرب وقت، ماذا بينا بعد اسبوع بعد اسبوعين، وماذا بينا نشوفوا مجيد بوقرة في كل الملاعب يروح يشوف لاعبين. انا نقول لك يعني اليوم رانا نتكلموا على حاجه ما كاش، حاجه ما كاش. اليوم ما عندكش بطوله، ما عندكش منافسه، الملاعب مغلقه، راهي عندها في 6 اشهر انا في 5 اشهر من اللي رانا كلش مغلق. يعني غدوة انت حتى الاستئناف كيفاش راح يكون؟ انا هذا هو الشيء يعني ربما هذا الامر خارج عن نطاق الاتحاديه. لماذا نحمل الاتحاديه؟ كيفاش يعني خارج عن نطاق الاتحاديه؟ الاتحاديه هي صح اليوم الاتحاديه قادره مثلا قرار عوده المنافسه يعود للسلطات العليا في البلاد. لا السلطات العليا في البلاد والاتحاديه ما راحش يعني تمشي توفر الامكانيات. اذا الاتحاديه راهي عارفه بلي القرار يعود للسلطات العليا في البلد، نعم، نستناو تستأنف البطوله ونتكلوا على الله. يكون الوقت ضيق انا داك. ما يكونش ضيق. انا نقول لك يعني كشان 2020 اللاعبين في سيدي موسى الحصه التدريبيه راحت بدا ما عندناش مدرب، ومن بعد جابوا باتيلي هذاك وقال لك هو اللي يشرف عليهم، ومن بعد نهار اللي تقصينا حملوه المسؤوليه. الراجل جابوه في الليله اللي راح يدربوا مدرب واحد عنده ايفان 3 وعنده المحليين يدير لهم تربص في وقت واحد، واش دار مقابله بزوج منتخبات، منتخب المحليين وايفان 3 وعندهم مدرب واحد، يعني ما صراتش خلاص في العالم. مع العلم انه باتيلي من الكفاءات الكبيره. طبعا الكفاءات كبيره، ولكن انت باش تعطي له مع المنتخب الفرنسي، ولكن انت باش تستنى حتى تلحق المقابله الرسميه مع المغرب الليله تاع اللي نقول لك في الليله اللي رايحين يبداو التربص ما عندكش مدرب. باتيلي اصلا كان في سيدي موسى مع اللاعبين تاعو لايفان 3 في ذيك الليله قالوا له غدوه انت تشرف على التدريبات تاع المنتخب المحلي. الراجل ما لقاش روحه، كيفاش انا مع ايفان 3 تقولوا لي مع المحليين، ومن بعد نهار اللي تقصينا مع المغرب حملوا له المسؤوليه. حسين تشوف انه فيه سوء تخطيط وسوء تسيير للمنتخبات الوطنيه ما عدا المنتخب الاول؟ ما كان حتى تخطيط. اليوم نرحموا على جمال الماضي انه داير برنامج تاع فولونتير وراه عارف راه يخدم وراه عارف واش راه يدير، خاصه لما تسمعوا يتكلم لك على اللاعبين المحترفين، يعني تشوف بلي الراجل عنده يعني راه عنده بعد النظر، يعني راه يشوف بعيد. عاده هذا ما عندنا حتى شيء، ما عندنا حتى تخطيط. راني نقول لك اليوم انت تقول لي نروح في 2020 وانت تقول لي راني نحضر في 2022، هذه تكفي. نعم نتكلموا على ربما دور المديرية الفنية من كل هذا. هل ترى أن المديرية الفنية الوطنية اللي هي دورها يعني ترسم الخطط والاستراتيجيات لكل فئات المنتخب الوطني، هل ترى أن المديرية الفنية ضعيفة الحالية ضعيفة؟ طبعا شوف لما تشوف تصريح نتاع رئيس الاتحادية يقول يعني اختيار مجيد بوقرة جاء بالتشاور مع جمال الماضي. من المفروض يا أخي حتى ولا كان هذا الديتيان هذه المديرية الفنية الوطنية ما شاركتهاش في هذا الموضوع هذا تاع تعيين مدرب، على الأقل قول بمشاركة جمال بالماضي ديتيان يعني المديرية الفنية الوطنية. هو قال يعني بالتشاور مع جمال بالماضي مباشرة، يعني المديرية الفنية الوطنية نحوها تماما. هي في كل البلدان في كل الاتحاديات المديرية الفنية الوطنية الكلمة الأولى والأخيرة تعود لها، هي اللي تسير طبعا. إذا تذكروا لما هذا الخير وصل خير الدين زتشي على رأس الاتحادية في 20 مارس 2017 واش قال هذاك الوقت؟ ذاك الوقت قال بأنه يعني راح يعطي حرية كبيرة للمديرية الفنية الوطنية في اختيار المدربين، في ولكن النهار اللي جا هو اقل من شهر هو اللي عين مدرب وما شافش كامل المديريه الفنيه الوطنيه، رغم ان من ذاك الوقت اليوم راهو جاز عليها وشحال من مدير فني وطني، جاز تيكانوين، جاز سعدان، جاز الشارف، يعني كاملين جازوا. ما فيش استقرار. ما فيش استقرار طبعا. نعم، وغياب الاستقرار يؤدي الى سوء النتائج. طبعا. نغلق قوس البطوله الافريقيه للمحليين ونتحول إلى تصريحات وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي الذي خص به الإذاعة الوطنية والذي تحدث فيه عن عدة نقاط. نتابع هذا التصريح لوزير الشباب والرياضة ثم نعود إلى النقاش. Évidemment, depuis mon installation, j'ai érigé la lutte contre la corruption et la moralisation du sport au fronton de mes priorités. J'ai eu à réagir sur un scandale qui a éclaboussé sur les réseaux sociaux relatif à un échange téléphonique sur un éventuel trucage de match. Alors,
je crois fermement en la présomption d'innocence. Je n'ai pas accès aux éléments du dossier. Mais il s'agissait d'affirmer la volonté politique. Donc nous avons entrepris de déposer plainte pour affirmer cette volonté politique de rompre avec les anciennes pratiques. Une rupture épistémologique, madame. Tendre ne pas reprendre, ce n'est pas une question politique, c'est une question éminemment scientifique. Elle est de l'apanage exclusif de la commission scientifique au niveau du ministère de la Santé et la commission ad hoc au niveau du Premier ministère. Depuis ma nomination, je travaille à pied d'œuvre à l'effet de relancer les travaux dans les différentes infrastructures sportives. Il y a cette question lancinante des stades non achevés. S'agissant du stade de Berkay, par exemple, nous avons associé les autorités chinoises à travers M. l'ambassadeur de la République populaire de Chine à Alger. إذن مشاهدينا الكرام كانت هذه تصريحات وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي للإذاعة الوطنية. حسين نولي ليك، يعني سيد علي خالدي كان صريح وتحدث عن عدة نقاط. نبدأ باستئناف المنافسة، تحدث قال أنه قرار استئناف المنافسة يعود إلى اللجنة، إلى السلطات الصحية وبالضبط إلى اللجنة العلمية. حسين، هل ترى أنه يعني فيه إمكانية لعودة المنافسة أم أنه الأمر مستبعد حسب الظروف الحالية؟ شوف، أنا هذا السؤال وجه إلي في نهاية شهر أفريل، هل تستأنف البطولة أم لا؟ أنا ذاك الوقت قلت على حسب النظرة تاعي ما نفكروش في البطولة تاع 2019-2020، اليوم لازم نفكروا في البطولة تاع 2020-2021 كيفاش رايحة تنطلب، لأنه ماشي سهلة مع الظروف اللي راهي تعيشها الأندية، الظروف المالية، الصعوبات يعني كبار، اللاعبين ابتعدوا عن المنافسة مدة طويلة، يعني باش تستأنف شيء كبير بزاف. اليوم أنا نشوف علاش هذا الصراع اللي راهو بين الاتحادية والرابطة، واحد يقول تستأنف والآخر يقول لا تستأنف. هذا يعني هذا شيء ما حدث حتى في بلد. احنا اليوم انا نقول لك شيء يعني تتأسف على الشيء اللي راهو يصرى عندنا. اليوم إذا تتذكروا كان رئيس الاتحادية خير الدين زتشي صرح ذا مرة وقال نفس الكلام اللي راه يقول اليوم فيه السيد وزير الشباب والرياضة. قال بأن استئناف البطولة يعود للجهات الرسميه، السلطات العليا، يعني السلطات العليا ممثله في هذه اللجنه اللي راه يتكلم عليها الوزير. هذه اللجنه شكون عينها؟ تعينت من قبل السلطات العليا. نعم، من قبل رئيس الجمهوريه. من قبل رئيس الجمهوريه. اليوم هذه اللجنه كاين اعضاء منها صرحوا وقالوا من الاحسن ان توقف البطوله، ما تستأنفش. نعم. اليوم انت اذا راك صح يعني تقول بان السلطات العليا هي من تقرر. أنا نظن بلي هذه اللجنة اليوم راهي تمثل السلطات العليا في البلد. إلى اليوم هذه اللجنة تقول بأن البطولة ما تستأنفش، وأنت ما زلت تصر على استئناف البطولة، يعني راك ضد واش راك تقول، وراك تتحدى يعني في اللجنة اللي نصبتها السلطات العليا في البلد، راك تتحدى فيها. اليوم هذه اللجنة قالت البطولة لا تستأنف، من المفروض اجتماع المكتب الفيدرالي الثلاثاء الماضي لما اجتمعوا قال اللجنه، اعضاء اللجنه هذو ما راهم عارفين واش راهم يديروا، هما اللي طلبوا هذا الشيء. اليوم ما كاش استئناف تاع البطوله، ولكن ما فيش قرار رسمي، يعني فيه تصريحات بعض الاعضاء، تصريحات تاع بعض الاعضاء. اليوم ما تستناش بعض الاعضاء عبروا عن رايهم. يعني اسمع، كاين فرق بين انه عضو من اللجنه يعبر عن رايه عندما ماشي ماشي رايه لا، وعندما يكون فيه قرار اجماع من طرف اللجنه. لا لا لا، شوف، ما دام راهو يتكلم بهذه الطريقه راهو عارف واش راه يقول، ماهوش راه يتكلم، ماهوش يمثل نفسه هذا العضو، هذا راه يمثل اللجنه باش قال هذا الكلام. اليوم انا واش راني نقول لك، اليوم اذا كانت تقول لي انت الاتحاديه هذه قال جمال جيد بوقراع عينه جبل من الماضي، اليوم تقول لي استئناف المنافسه، يعني الاتحاديه راهي تقول اللجنه، وانت الدور تاعك وشنو هو؟ انت الدور تاعك اليوم اللجنه هذه عطات رايها، على الاقل اتصل بهم انت كاتحاديه، اتصل بهم دير اجتماعات معاهم. هما كانوا قدموا البروتوكول الطبي. قدموا بروتوكول طبي، ولكن ما الفائده اليوم اذا كان هما قدموا بروتوكول طبي، الرابطه تقول ما نستأنفش، الاتحاديه تقول نستأنف، ما فائده هذا البروتوكول اللي قدموه؟ ما عنده حتى فائده. على ذاك نظن بان اليوم الاتحاديه سواء الاتحادية أو الرابطة مطالبين، خاصة الاتحادية، باتخاذ قرار نهائي، ما تبقاش استنى ونزيدو نستناو أسبوع ونستناو أسبوعين. نزيد لك حاجة، في رأيك لماذا هذا التردد من قبل الفار؟ سي كومبيتونس، يعني هذه حاجة باينة، يعني الناس ماهيش في المستوى. أنا نقول لك حاجة، اليوم أنت كي تقول لي ممكن نستأنفوا البطولة، راهم يقولوا
نقدروا نستأنفوا البطولة. اليوم الخبراء الفنيين راهم يقولوا باش تستأنف البطولة يلزم لك شهرين تربص تدريبات، يلزم شهرين، وباش تلعب يعني باش تكمل الجولات اللي بقاو يلزم لك شهرين. يعني على حسابهم هذه البطولة اللي بدينا في أوت، التحضيرات اللي بديناها في أوت تخلص في ديسمبر. الاتحادية تقول لك بناء على بعد نهاية 30 مباراة رايحين نحدوا البطل ونحدوا شكون يلعبوا كوب دافريك. يا رجل البرمجة تاع كوب دافريك راهي مديورة، كوب دافريك تاع لي كلوب راح تقلع في اكتوبر، كيفاش نستناوك حتى لاكاف تستناك حتى تكمل البطولة تاعك في ديسمبر باش تستنى البطولة؟ نعم. هذه ما كاش منها. سنعود الى ذلك بالتفصيل حسين. مشاهدينا نذهب فاصل ثم نواصل النقاش، لا تذهبوا بعيد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى الجزء الثاني من حصة فوت بلوس الذي نواصل فيه النقاش حول تصريحات وزير الشباب والرياضة سيد علي خالتي أمس إلى الإذاعة الوطنية، والذي تطرق فيه إلى عدة نقاط. حسين جناد الناقد الرياضي والإعلامي ضيفي اليوم، مرحبا بك مجددا. نواصل النقاش من أين يعني أنهينا الجزء الأول. تكلمت على البروتوكول الطبي، هل تشوف أنه الأندية الجزائرية اليوم عاجزة تماما عن تطبيق البروتوكول الطبي؟ وشفنا تصريحات يعني السيد دمرجي قال أنه البروتوكول ليس بتلك الصعوبة التي يتصورها البعض. يا أخي هو سيد دمرجي راهو كخبير في هذا المجال يقدر هو يجاوب أحسن مني، ولكن إحنا لما نشوفوا الميدان لما نشوفوا الواقع أنا نقول بأن ما نقدروش نطبقوا هذا البروتوكول. هذا البروتوكول ما نقدروش نطبقوه لانه في عده شروط. الناس بالامس كانت تعطي امثله، يقول لك شوف هاي البطوله الاسبانيه والانجليزيه قلعات والايطاليه ومنا. احنا كنا نقولوا يا ودي ما تقارنوناش بهذه البلدان، هذه البلدان بعاد علينا بزاف. اليوم رام يقول رانا نشوفوا كيفاش حتى البطوله التونسيه والمغربيه والمصريه كيفاش داروا برنامج وراهم راحين ينطلقوا، يعني راحين يبداوا المنافسه تاعهم. احنا مازال ما درنا حتى شيء. زيد احنا نكونوا واقعيين، اليوم انت راك تشوف درجه الحراره اللي رانا فيها اليوم نفرضوا ان الانديه راح تنطلق في التحضيرات في اوت، كيفاش راح تكون التحضيرات؟ شوف الانديه، انا شفت يعني شفنا البطوله الايطاليه اللي توقفت مده قصيره واللاعبين يعني كانوا يدربوا، كل واحد يدرب وحده عندهم امكانيات. الى شفتوا النهار اللي لعبوا اول مقابله تاع جوفنتوس مع روما على ما اعتقد في كاس ايطاليا، شفنا واحد النجم كيما كريستيانو رونالدو شفناه تائه فوق ارضيه الميدان، يعني كل المحللين الخبراء اللي شافوه يعني تفاجئوا بالمستوى تاع كريستيانو رونالدو. فما بالك انت بلاعبين تاعنا اللي عندهم مزيد من ربع شهر لا تدريبات ولا هم يحزنون، لا ملاعب في المستوى. وزيد احنا لا تتذكروا لما تنطلق المنافسه في الظروف العاديه في السنوات الماضيه دائما يقول لك يعني ما راناش رايحين نشوفوا كره قدم الا بعد 6 جولات 7-8 هكذا كانوا يقولوا. هذه كانت تتوقف في شهر وتستأنف التدريبات. اليوم انت عندك ازيد من ربع شهر، لاعبين راهم بعاد كل البعد على المنافسه، يعني انت راح تكمل 8 مقابلات، كيفاش راح تكملهم؟ يعني المهم تكملهم باش تكون عندي باطل. راح تكون برمجه مكثفه لو تقررت انهاء الموسم. الا كان يعني لا تقرر استئناف كيفاش رايحين هذا اللعب؟ نقول لك حاجه والله رايحين نعيشوا اكبر مازال، رايحين نشوفوا مقابلات اللي ربما فيما بين الاحياء وما تشوفهمش، لان اللاعبين ما نكذبوش على انفسنا، نشوفوا اللاعبين كيفاش ولاو دايرين. اللاعب اللي في مارس كان يوزن 60 كيلو اليوم راه يوزن 80 كيلو. انت كيفاش راح تدير؟ احنا نعرفوا حسين الواقع تاع اللاعبين الجزائريين، يعني بين قوسين في بعض الاحيان ماهمش منضبطين بهذيك الدرجه العاليه من الاحتراف. ما عندوش، نقول هذا بالتحفظ، ليس كل اللاعبين، ولكن نعرفوا هذا الواقع تاع كره القدم. في التدريبات العاديه وفي الحاله العاديه يعني نشوفوا عدم انضباط، عدم حتى الكثافة تاع التدريبات في الأندية ماهيش كثافة كبيرة مقارنة بالبطولات الأوروبية، فما بالك يعني اللاعب عندما يكون في داره يعني ما فيش رقابة اسكو يدرب. هذا هو الإشكال. شوف كان واحد العام كان مدرب روغوف يدرب المنتخب الوطني تاعنا،
راح المنتخب الوطني تاعنا لعبوا مقابله في نهايه الموسم يعني مع بدايه الصيف، لعبوا مقابله في بلد افريقي، كي كانوا عاودوا جاوا مولين نظروا جوف في الطائره وبدا يمدلهم في البروغرام، هاك البروغرام واش ديروا؟ لاعب قال له يا كوتش، قال له احنا رانا رايحين عطله دوك البروغرام اللي تعطينا فيه تاع، قال له لا ما قرارك عطله ولكن تدرب في العطله وعندك برنامج خاص اللي تدرب. اليوم انا كنت نتكلموا على توقف تدريبات لاعبين توقفوا عندهم ازيد من ربع شهر، يعني راح تشوفوا الاصابات، راح تشوف يعني في الاستئناف، يعني راح نشوفوا العجائب. ديجا المستوى ما نهضروش عليه، ما راناش راح نشوفوا مستوى، هذه غير نساها. نقول لك اي لاعب اليوم ما تقولش هذا كان محترف يلعب ما يشعر في اليوسما ولا في جياسكا مولودية، اليوم روح جيب لاعب من قسم الهوات ربما تلعبه في القسم الاول تشوف عنده مستوى احسن من اللاعب اللي يلعب في القسم الاول. لماذا؟ يعني هذا كلام مش تاعي ومش اختصاصي انا، ولكن الفنيين هما اللي راهم يقولوا هذا الشيء. يقول لك باللي بعد ربع شهر من التوقف على التدريبات الصعيبة بزاف على اللاعبين باش يعاودوا يوليو، يلزم لهم مدة طويلة. اليوم فيها في عامل الوزن، فيها يعني حوايج بزاف. اليوم انت لاعب اللي ما يتدربش ربع شهر ماهوش متدرب، ربما رايحه اكثر، وربما رايحه اكثر حتى باش تروح تجيبه باش يستأنك في البطولة. ما نهضروش على الجانب المادي واللاعبين اليوم اللي راهم يطالب بأموالهم وانت ما تخلصوش وما عندكش باش تخلصوا وتروح تعاود تجيبه باش يلعب، ديجا ما يجيكش باش يلعب، يعني فيها امور معقده بزاف. هل تعتقد انه هذا التوقف راح ياثر ربما حتى على مستوى اللاعبين خلال الموسم المقبل؟ طبعا راح ما ياثرش على، انا تكلمت مع بعض الفنيين ويقولوا ماشي راح ياثر على الموسم المقبل، راح ياثر مواسم منا في المستقبل، مواسم راح يأثر عليهم. يعني الأداء اللي راح نشوفه، نقول لك يعني راح نشوفه أداء كارثي. نعم حسين، تشوف أنه الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم والرابطة وكل هيئات المسؤولة على البرمجة وعلى استئناف المنافسة تشوف أنها وقعت في ورطة كبيرة، يعني إنهاء الموسم، مشكل برمجة في بداية الموسم، وإحنا نعرف أنه هذه هي الجائحة فيروس كورونا، يعني ولا واحد عنده معطيات وقتش تروح وقتش تزيد وقتش تنقص، يعني غير متحكم فيها. على هذا على المستوى الصعيد، هذا على مستوى العالمي، يعني مش في الجزائر فقط. تشوف أنه الفاف في ورطة، كيفاش تحدد البطل، كيفاش تحدد الفرق الصاعدة والنازلة، وش تقول قوانين فيفا في هذه الحالات؟ شفنا بعض تناقضات في التصريحات، يعني شوف هذه مدوار يقول أنه نمنحوا البطل شباب بلوزداد، رئيس الفاف يخرج عكس مدوار يقول أنه ما يكونش فيه تحديد بطل، فيه فقط تحديد مراكز المؤهلة لكأس افريقيا للأندية، وفيه وما فيهش صعوبة. يعني فيه شوف نقول لك حاجة، اليوم الإشكال راهو في البطل، في تحديد البطل. هذا البطل اللي راهو اليوم شباب بلوزداد اللي راهو في الريادة، هذا شباب بلوزداد لعب 22 مقابلة، يعني ماشي قال المنافسة ما انطلقتش ولا لعب ما كملش مرحلة الذهاب، لعب كمل يعني كمل 22 مقابلة. اليوم يعني باش نمنحوا اللقب لشباب بلوزداد، الناس اللي ترفض باش يتمنح لها الغدوة، لو الدولة يعني السلطات العليا تقرر باللي توقفت البطولة، وشنو هو الذنب تاع شباب بلوزداد؟ ما عنده حتى ذنب. انا نشوف يعني اعطيت اللقب لشباب بلوزداد، وين راه المشكل؟ ما كان حتى مشكل. اليوم نقولوا احنا ان شاء الله ربي يخفف علينا يعني، وهذا الوباء هذا ان شاء الله يعني يمشي باش تعود الحياه الطبيعيه تعاود تولي كما كنا. اليوم الاشكال ما راهوش في شباب بلوزداد يدير البطوله ولا ما يديهاش، علاش حتى نحرموا اليوم شباب بلوزداد الفريق اللي برهن يعني طوال الموسم هو في الرياده. انا ليا انا يعني لو رايي وهذا يخصني انا هذا الراي، اليوم اللقب نمدوا شباب بلوزداد عادي جدا نمدوا اللقب، ولكن الفرق اللي في المركز الثاني تحتاج ما حدش واش تحتاج اذا قررت ثلاث نقاط وما زالت من المقابلات. اسمح لي، اليوم اذا السلطات قررت باش تتوقف البطوله، الانديه هذيك تحتاج، علاش تحتاج؟ خلاص قرار من السلطات قال لك تتوقف البطوله، انتم كامل راكم تمشوا اموال الدوله. قوانين فيفا على ماذا تنص في هذه النقطة؟ هذه تقول هذه حالة ظاهرة يعني استثنائية، ظاهرة حالة استثنائية، هذه ما صراتش من قبل. لماذا؟ لأن كاين بلدان اللي مدوا اللقب. أنا نعطيك مثال، في الكاميرون بين الأول والثاني بقات لما على ما أعتقد 6 مقابلات وينتهي الموسم، بين الأول والثاني نقطة واحدة، وبين الأول والثالث نقطتين، يعني ومع هذاك اعطاو اللقب لصاحب الرياضه اللي راهو في المرتبه الاولى. اليوم انت راح تلعب، اليوم نفرضوا يا سيدي شباب بلوزداد هذا راهو في المرتبه الاولى، غدوه انت كاس افريقيا الانديه تلعب ولا ما تلعبهاش؟ تلعبها طبعا. وهذا شباب بلوزداد على اي اساس راح يلعب رابطه ابطال افريقيا؟ على اساس بطل، يعطي له البطوله، وراه المشكل.
ما كان حتى مشكل. انا نظن ما كان حتى مشكل الفرق الصاعده والنازله في هذه تقول لي يعني يكون كلام في هذه. شفنا حتى في فرنسا يعني فيه فرق مشات العداله طبعا في هذه تكون يعني تكون فيها كلام الا فيها تطلع تهبط يعني تحدد. ربما كانوا يقولوا ربعه من القسم الثاني يطلعوا ربما ما يكونوش ربعه يكونوا زوج يعني في هذه الامور. كانوا يقولوا بطل الموسم القادم ب 18 يا سيدي نقدروا نديروها ب 20 في هذه راني معاك. ولكن قضيه تحديد البطل انا نشوف بان اللقب من المفروض يمدوه شباب الاستاذ حسين. شفنا يعني في الاونه الاخيره شبه صراع بين مدوار وزطشي في تناقض في التصريحات. شفنا مدوار جاب كل يعني ربوع الوطن فتح باب الحوار مع الأندية الذين أجمعوا على استحالة استئناف المنافسة. زطشي في المكتب الفيدرالي خلى الباب مفتوح إلى استئناف المنافسة. لماذا كل هذا الصراع بين الرجلين؟ هل هي ربما حملة انتخابية مسبقة؟ شوف أنا قلتها من زمان، قلت بأن مدوار وزطشي عمرهم ما تفهموا هذيك تاع الظهور على شاشه التلفزيون وانا والاتحاديه تقول لك انا مع الرابطه والرابطه تقول لك انا ايدي وجد الاتحاديه. هذاك مجرد ذر للرماد في الاعين، ما عنده حتى نتيجه، ما عنده حتى معنى هذاك الشيء. هو الاختلاف بيناتهم ازلي ويبقى. اليوم الاشكال راهو في قضيه تاع واش تقرر الرابطه واش تقرر الاتحاديه. اليوم انا نظن بان هذا الصراع هذا هو الصراع اللي قلنا بانه ما هوش راه يخدم كره القدم الجزائريه. اليوم الانديه رؤساء الانديه هذو لما قروا قال لك ما نقدروش نستأنفوا البطوله. كاين بزاف اللي يقول لك من المفروض الرؤساء كامل يروحوا، راني معاك يروحوا، ولكن اليوم جيب لي اي فريق مسؤول نتاعو ويروح، البديل وين راهو؟ تلقى اليوم انت مثلا تروحوا مثلا فريق سيدي بلعباس واش راه يعاني من مشاكل كبار، يروحوا هذا المسيرين. هل كاين مسيرين واجدين غدوه يحكموا الفريق ويخرجوا من المشاكل وينطلقوا؟ ما تصيبش مسيرين واجدين اليوم اي فريق باستثناء الانديه اللي نقولوا اللي راهم عندها شركات كبار اللي راهي حكمتهم على غير مثلا مولوديه الجزائر او شبيبه الصاوره، شباب قسنطينه، شباب الوزداد، يعني هذا الفرق طبعا اتحاد العاصمه. هذا الفرق بقيه الفرق كلهم يعانيوا اليوم. كي يقول لك ما نقدرش نستأنف او ما يقدرش صح يستأنف، واليوم حتى وتقول له انت روح وخلي اللي يجي موراك يستأنفها، ما كاش اللي يجي موراه، ما كاش اللي اليوم ما كاش واحد مستعد باش الا اذا كانت مؤسسه، الا اذا كانت مؤسسه تاع دوله تجيب اموال ربما تقدر. ولكن باش تجيب انتيا تقول لي هذا المسؤول يلزم يروح وكاين اللي يحكم، انا نقول لك بلي ما كاش اللي يحكم هذا الفريق. نعم، لان المشكل اعمق في مشكل كبير ويحتاج الى دراسه واعاده هيكله يعني في كل المجالات. حسين لو نعود الى تصريحات الوزير، قال بانه عدم التعليمة التي تنص بعدم المساس وتغيير القوانين الاساسيه للاتحاديات الرياضيه تخص كل الاتحاديات بما فيها الاتحاديه الجزائريه لكره القدم التي كانت نوعا ما يعني تحاول ان يعني تنقلنا يعني كلام حول انه هي مستثنيه من هذا من هذه التعليمه. بالضبط ماذا كانت تنوي الفاف فعلا؟ شوف الاتحاديه اليوم اللي عنده برنامج من المفروض نهار اللي حكمت الاتحاديه في 2017 بدايه 2017 الى عندك صح برنامج ثم طرح البرنامج تاعك واتكل على الله وبدا تغير في القوانين، غير القوانين قال هذه ماشي هكذا هذه ماشي هكذا هذه ماشي هكذا، واتكل على الله وبدا تخدم. اليوم انت وين كنت هذه ثلاث سنوات؟ ازيد من ثلاث سنوات، اليوم عندك ثلاث سنوات وراك في الربع شهور من اللي خلاص يعني العهده تاعك خلاصت. يعني كي تخلص العهده تاعك تجي انت تبدل القوانين. اليوم انا نقول لك يعني الوزير خذ قرار شجاع وقرار في محله. الفاف ماذا كانت تنوي بالضبط؟ ماذا كانت ستغير؟ الفاف كانت يعني حابه تغير بعض المواد اللي يخدموها في الجمعيه العامه، لان الفاف ما عندنا ما ندرقوا. هذو اليوم خير الدين زتشي راه يقول انا ما نترشحش، ربما مجرد كلام وراه يشوف في رد الفعل تاع السلطات. هذه وحده وهذا شيء مؤكد. وربما حاب يكون واحد مجمع تاعو اللي يخلفوه يبقى فيه يعني يواصل المسيره في العهده القادمه. وهذا الشيء يعني عيب. انت تخلي اخر لحظه تقول لي نبدل القوانين، قوانين بدلهم كي تبدا
نهار اللي تبدا بدل القوانين وبدا تخدم تكل على الله، ماشي كي خلصت العهده تاعك تقول لي نبدل القوانين. اليوم العام والخاص يعرف بلي هذا الشيء فطنت نوعا ما لبعض الالاعيب كانت ربما. انا نقول لك من حسن حظ كره القدم الجزائريه، الوزير يقول انا نمثل كل الرياضات، انا نقول من حسن حظ كرة القدم الجزائرية أنه جانا وزير هذا خالدي. نعم. خالدي هو اللي راهو على وزارة رأس وزارة شباب الرياضة، لأنه كاين اللي جازوا من قبل كانوا مأيدين هذه الاتحادية حتى ورايحة في الطريق الخطأ كانوا مأيدينها. كاين يعني لو كان ماشي يعني سيد علي خالدي خذا هذا القرار تاع وقف كل شيء، ربما كانت لاحظت القوانين تتغير وراح الوضع يزيد يتعفن اكثر واكثر، وراح نزيد نشوف امور اللي راح ما تخليش كره القدم الجزائريه تخرج من الشيء. حتى الوزير عندما سئل حول ترشح زتشي الى عهده اخرى قال اذهبوا واسالوا خير الدين زتشي على ترشحه. وهو كان صرح الزميل معمر جبور في الاذاعه في القناه الثالثه حول عدم نيته الترشح لعهدة جديدة. هل تشوف بأنه زتشي صحيح يعني كره المشاكل والمحيط تاع كرة القدم وسينسحب، أم أنه تصريحاته ربما يستعطف بها جهة ما؟ تقدر تقول الاثنين. اليوم خير الدين زتشي إذا كان وصلت للشيء اللي رانا وصلنا له المسؤولية هو اللي يتحملها، لأنه سياسة أنا قلتها ونعاودها، سياسة الانتقام وتصفية الحسابات عمرها ما تنجح. نيلسون مانديلا وما أدراك داروه في السجن أزيد من 20 سنة، نهار اللي الحق للسلطة ما عاقب حتى واحد وما انتقم من حتى واحد من الناس اللي داروا فيه الباطل. اليوم إذا تحكم مسؤولية، وهذه يعني هذه نصيحة مليون، زتشي خلاص انتهى، أنا نقولها لك من هذه اللحظة زتشي انتهى، وكاين اللي راح يخلفوه إن شاء الله يخلفوا رئيس من رؤساء. من تعتقد أنه في الله أعلم في طريق قدرش مفتوح لخلافة زتشي؟ ما نعرفوش. كفاءات كثيرة، كاين كفاءات كاينين، ولكن الكفاءات هذه مش نقول لك ما نقدرش. أنا اليوم أقول لك أنا نشوف يعني قادرة على خلافة زتشي. كاينين أنا نعطيك مثلا يعني بحكم الخبرة لما لا يكون محفوظ قرباج، وعلاش لا رئيس الرابطة السابق. شوف نقول لك يعني هذه ماش نقولها لك هكذا وخلاص، يعني بحكم أنه إنسان اليوم في المرحلة الحالية نحوسوا على مسير قوي. قضية التسيير ما نحوسوش على واحد يعني يعرف يدير برمجة وما يعرف يدير برمجة. نحوسوا على مسير قوي باش يعيد الهيبة على الأقل لهذه الاتحادية. أنا كي نقول لك مثلا علاش نقول لك على محفوظ قرباج، أولا الرجل يحسن التسيير، الرجل 25 سنة ربع قرن مدير عام تاع المطبعة الوطنية رسمية. نعم. يعني هذا ماشي من ولا يقدر يسير مطبعة وطنية كل هذه المدة. ثانيا علاقاته يعني قاريا يعني عنده علاقات جيدة مع رؤساء الاتحاديات الإفريقية. كان عضو سابق في الكاف، كان عضو ماشي في عضو في الكاف ولكن كان عضو في لجنة، ولكن كان عنده علاقات كبيرة مع مع الاتحاديات الإفريقية مع رؤساء الاتحاديات. اليوم المشكلة تاعنا يلزم من عاود نقولوا الله كاف هذاك المنصب اللي راح لنا اللي كان فيه حكم وراح يلزم من عاود نقولوا ليه هذاك المنصب. اليوم انا نشوف بان بحكم العلاقات اللي عند قرباج مع رؤساء الاتحاديات الافريقيه، انا نشوف بان مستقبلا الوحيد اللي يقدر يترشح ويعاود يسترجع هذاك المنصب، لانه اليوم عيب اذا كان نشوفوا تونس ليبيا المغرب مصر يعني موريتانيا كاع عندهم عضويه في الكاف. نعم. غير الجزائر اللي ما عندهاش. حسين الوزير كذلك اكد ان تاسس الوزاره شباب الرياضه كطرف مدني في قضيه المناجير نسيم سعداوي قال انه هذا واجب للدوله واثبت ان الدوله ستحارب الفساد. هل تشوف أن العقلية تغيرت مقارنة بالسنوات الماضية؟ تغيرت كثير، لأنه شوف بالدليل اليوم الرابطة عيطوا هذا المناجر هذا اللي تقول عليه، وعيطوا الحفاية وعيطوا كامل، داروا ضجة كبيرة والصحافة والدنيا ورانا ونتبعوا في الحال. لليوم أسكو قدرة الرابطة تصدر قرار في هذا في هذا في هذا القضيه؟ قرار ربما تجاوز الرابطه وراح ما يتجاوزش الرابطه عندها تاخذ قرار تاعها، ولكن ربما القوانين واضحه اللي تسمح لي القوانين واضحه الرابطه عندها اسبوع تاخذ فيه قرار، ما تجاوزش الاسبوع، ما تبقاش سنتها في العداله. العداله شيء اخر، العداله خدمتها باينه، ولكن اليوم انت كرابطه خذ قرار عندك اسبوع ما عندكش اكثر،
كنت ما تفتحش هذه القضيه، لان احنا في الاول قلنا بانه مش حتى من صلاحيته باش يعطي تعليمات للجنه الانضباط، هما عطاو تعليمات وقال لك دير. اليوم راه عندك قريب شهرين، على بالك اليوم وفاق سطيف ما كاش اللي يقدر يعاقبه، يخاف وفاق سطيف لا رابطه ولا الاتحاديه ما يقدروش يعاقبوه، لان المده القانونيه عندنا في القوانين تاعنا اسبوع وتصدر العقوبات. الفيفا وما ادراك ما الفيفا، مده تاع الشهر تصدر العقوبات. انت اليوم عندك شهرين، اليوم حتى وتعاقب غدوه يديروا الركور، يروحوا للجنه الطعن يشوفوا من ناحيه الشكل، يقول لك شهرين ايه خلاص مرميه هذه العقوبات غير متربيه. جناد انتهى الوقت، لو تعلق لي ربما باختصار شديد في 20 ثانيه، وزير الشباب والرياضه كان كرم فريق جبهه التحرير الوطني بمناسبه عيد الاستقلال والشباب 5 جويلية، شفنا انه فيه مشاكل ربما مؤخرا بين بعض اعضاء فريق جبهه التحرير والفاف، ماذا كانت الفاف تنوي بالضبط فعله مع اعضاء الجمعيه العامه؟ انا المعلومه اللي عندي نقصد هنا سيد محمد معوش. طبعا انا المعلومه اللي عندي باختصار شديد، شوف ان السيد محمد معوش كان عضو في الاتحاديه، قالوا بانكم انتم في القوانين الجديده اللي راح نديروها، يعني انتم راحين نحكم من ما تكونوش الجمعيه العامه، من حكم الجمعيه العامه، وعلى هذا اللي ما عجبهمش الحال. وطبعا يعني جاء فريق جبهه التحرير، خليهم يا اخي واش بقى لهم هذو، انت باش تروح اليوم تنحيهم يعني عقوبه هذه. نظن من بعد هما كانت الاتحاديه صحت الامر تاعها وقالت لا وهذو ما تاوعنا وهذو ما يعني ما يعني كانت تكلمت بزاف في هذا الموضوع. شفنا الوصايه كان تضامن كبير، طبعا كان تضامن كبير، يعني عيب اذا كان هذا الناس اليوم هذو راهم بمثابه ابائنا يعني باش نخرجوا لهم خرجه هكذا. نعم. انا نظن بان كانت غلطه يعني من ناحيه هذا اللاعبين القدامى تاع جبهه التحرير الوطني، كانوا يخلوهم، والشيء اللي داروا وزير الشباب والرياضه يعني شيء جميل انه رد لهم الاعتبار وثبت لهم بانهم محتاجين مازلنا محتاجين. نعم، عندك كلمه اخيره؟ طبعا شوف عندي تعزيه للزميل نور الدين بن عربه، هذا اطار في سيالاس تاع معسكر، تعزيه للعائله تاعو اللي توفى امس، نعزيو العائله تاعو ونتمنوا له الرحمه والمغفره ان شاء الله، وان شاء الله يكون من اهل الجنه. وكاين عندي صديق يعني مناد الباني، هذا من تيزي وزو معروف، يعني انصار شبيبه القبائل الكبار يعرفوه، يعني الانسان كان مناصر وقدم كثير لشبيبه القبائل، واليوم راه هو ايضا راه مريض ويطلب يعني من انصار الشبيبه ويطلب من كل اللي راه مشاهدو فينا يدعوا له بالشفاء. نتمنى له الشفاء. سي مناد الباني نتمنى لك الشفاء العاجل ان شاء الله وتعود الينا في اقرب وقت ان شاء الله. شكرا جزيلا لك الاعلامي والناقد الرياضي حسين جناد على تلبيه الدعوه واثراءنا بكل هذه النقاشات. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا العدد من برنامج فوت بلوس، نلتقي في أعداد قادمة مع مواضيع أخرى بإذن الله، إلى اللقاء.